قررنا نعمل اكله كتير كتير طيبه. يمكن ما بعرف اذا انا بالنسبه لي اول مره بعملها، دايما اي اكله بعملها هي بتكون اول مره، فبقول لها هيوش مشتي على شوي بالبيت بس ما في عندي المنقل والعده وهالشغلات، فبقول لها بدي انزل اشتري. قالت لي ليش تنزلي تشتريهم، في بتقدري تعمليهم بالفرن. شرحت لي الطريقه، قلت لها يلا قومي نعمل فيديو ونخبز فيها ونعملها سوا. هو كلياتكم كتير سهله وطيبه وكانه شوي على المنقل. فرجتني صورتها على فكره، منظرها بشهية. رح احط لكم الصوره، شوفوا شغله قديش مرتب. فهلا شو رح نعمل؟ شو لازم؟ لازم كيلو لحمه، انتوا حسب طبعا الرغبه، كيلو لحمه مفرومه. هلا هي بحس انه بتزبط مع اللحمه الناعمه يعني المنداره اكثر من لحم الشقف بتصير. فاكيد والبصل والفليفله والبندوره وعواد الخشب هذول والفحم والقصدير. وهون سخنت زبده تسخين، لازم رح استناها تبرد شوي حتى ادهن اللحمه من برا فيها، حتى هيك تتأمر عندي بس مو كتير هيك، يعني شيء تعطي لون. فخلونا نشوف كيف الطريقه. هلا اول شغله انا تبلت اللحمه، حطيت لها الملح والفلفل والفلفل الحمراء. بتقدروا تحطوا لها توم، هلا انا ما بعرف ما بحب بالتوم كتير، فرح اعملها لانه بدون توم. فرح اخذها هيك، هلا هي دهنتها قليله على فكره، ما هي من النوع الكتير مدهنه. بتقدروا تعملوها مع شو قلتي لي هيوشه؟ توم وبقدونس انا تبلته. ها حلو، خشخاش عملتها هي يعني حلو، بس انا بصراحه زوجي ما بحب الخشخاش يعني، عشان هيك مضطره انه اعملها بدون خشخاش. هلا الطريقه، وكمان بالفروج عامله شيش طاووق، عملتها فكره كتير حلوه. هلا طيبه، ايه مثل الضم الاسياخ العادي يعني. على فكره انا لحظه عايب علي، ماني شاطره ابدا ابدا بالضم. شو وقت بنروح لحال هيوش بتبدع لولو ما بعرف ابدا، ما بتزبط معي، ما بعرف ليش بحسها كتير صعبه، خاصه هلا هي عوده رفيعه. حاسه كانه لازم تكون عودتين، ما هي عوده واحده، بس معلش رح اجربها. شو رايك هيك؟ رح اسمكها، ما رح ارفعها كثير. لا زبطيت، لا تقولي لي منظومه هيك يعني السمكه. لا حلو منظرها، لا تقولوا لي، شوفوا قديش حلوه. ما بدي ارفعها كثير، رح اخليها شوي هيك سمكتها. رح اصفهم هون. هلا حطيتهم هيك بهالطريقه هون مثل ما شايفين، تركت هيك فراغ بيناتهم حتى ينشوا كلياتهم ويدخل ريحه الفحم يعني عليهم كلهم. فبهالطريقه هلا هون بس عندي وحده رح اظبطها. هيك عندي جاهزه، هلا رح ادخل الخضار، رح اطبقهم كمان بكل عود. رح ادخل البندوره والبصل والفليفله، ولسه اذا في فطر طلع احلى واحلى، ما هيك؟ بس للاسف ما لقيت يعني بالسوبر ماركت، ما لقيت فطر. هلا هيك صارت جاهزة، شوفوا لي منظرها قديش طلع معقد يعني حلوة ما هيك؟ صور شكلها صفيها مشي غلط صح ما هيك؟ حلو، شوفوا لي منظرها صار بجنن. خلصت عندي تقريبا بالزبدة، رح هيك ادهن كل شيء، الخضرة واللحمة حتى هيك تعطي حمار مثل الشوي. متخيلتها رح تطلع خيلة، أول مرة بجربها، فهلأ رح أقلكم كيف رح تطلع يعني، رح أعطيكم رأيي فيها. بس مو المهم رأيي، المهم رأي زوجي يعني، إنه اللي عم تضحكي علي إنه هذا الشوي اللي عملتيه. فشو رأيك هيوش، رح تطلع طعمتها نفس الشيء؟ والله كتير طيبة، كأنه شوي نظامي. هلا رح احط الصينيه بالنص والفحمه رح احطها هون، بس اخر خطوه يعني بعد ما هيك احسها استوت شوي حتى تاخذ الريحه ما من اولها، رح احط الفحمه هون
اشغلها وحطها، فتقريبا بعد ربع ساعة ما هيك هيوش ايه بكفي ربع ساعة. وهلأ بعد ما اشتغلت عندي الفحمة رح احطها بالقصديرة، رح احط الفحمة هون بالنص بهالطريقة، معلش لو فوقها عشان تاخد النكهة اكتر. هلأ تقريبا شايفين استوت عندي، رح اتركها ربع ساعة حتى تاخد الريحة اكتر، ريحتها بتجنن تاخد العقل. عن جد اشتهيتكم كلكم فيها، جربوها، لا حاسة كتير رح تنجح.